السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي. النهاردة هنقول موضوع التعبير عن تغير المناخ، وده ثالث موضوع ليا على اليوتيوب. هنبعت لكم رابط الموضوعات الباقية على الوصف، وديت أهم الصور اللي شفناها، وده الفرق بينهم وبعض. في بعد ما المناخ كان جميل والشجر كانت مثمرة، بقت جافة وبقت ناشفة، وهكذا الأرض. هنبدأ في موضوعنا بالأفكار. إيه اللي خلينا برضو نتكلم عن الموضوع ده؟ هو لأنه أهم موضوع السنة دي، والدولة هتستضيف مؤتمر عن التغير المناخي، فلازم نتكلم عنه. اشترك في القناة طبعا الأول قبل ما نبدأ، واضغط على زر اشتراك اللي عندك بالزر اللي لونه أحمر، واضغط على اللايك الإعجاب. نبدأ بقى في تعريف تغير المناخ. بدأ تغير المناخ على سطح الأرض منذ تكونها قبل نحو 4.5 مليار سنة، وذلك نتيجة لعوامل طبيعية مثل الانفجارات البركانية والتغيرات في مدار كوكب الأرض وحركة الصفائح التكتونية. دي حاجات كلها يعني صعبة برضو على الفهم، هتفهموها في الجيولوجيا في 3 سنة. فقط كان المناخ اللي على كوكب الأرض يتغير كل 100,000 عام، هما مرحلة الفترات الجليدية وما بين الجليدية التي تتميز بدرجات حرارة أكثر دفئا، وذلك بسبب التغيرات التي كانت تحدث في مدار دوران كوكب الأرض حول الشمس، إلا أن ذلك لم يستمر طويلا. فمنذ بداية الثورة الصناعية في القرن 19 الميلادي، أصبحت النشاطات البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري وتغيير استخدامات الأراضي السبب الرئيسي لتغير المناخ، إذ أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم بشكل سريع جدا. يبقى كده أهم شيء عندنا هو الوقود الأحفوري، هو اللي عمل أكبر سبب في تغير المناخ. تعد مشكلة تغير المناخ قضية حاسمة في عصرنا الحاضر، وذلك لما يترتب عليها من آثار واسعة النطاق، مثل حدوث تغيرات في درجات الحرارة ومعدلات هبوط الأمطار وأنماط الطقس، مما يهدد الإنتاج العالمي للغذاء، إلى جانب ارتفاع مستوى بحار المحيطات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة خطر حدوث الفيضانات، وهذا يؤثر بدوره سلبا على كل من صحة الإنسان والأنظمة الطبيعية والبيئية ومصادر المياه والسلطنات البشرية والتنوع الحيوي، ويؤكد التسارع غير المسبوق في تغير المناخ العالمي على مدى السنوات 55 الماضية، أن على المناخ أن يتغير بانبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن الأنشطة البشرية. مفهوم تغير المناخ غير تغير الطقس، يقاس الطقس وذر بالإنجليزية يعني عن طريق رصد منطقة معينة خلال فترة زمنية لا تتعدى عدد من الساعات أو الأيام، وتكون القيم الناتجة عنه ذات تباين مرتفع. قبل ما نكمل عاوزاكم تكونوا اشتركتوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اللايك، مما يشير الى انما المناخ كلايمت الى حساب المتوسط لأنماط الطقس قصيرة الأجل خلال فترة زمنية طويلة. يبقى ده قصيرة لأيام، وده واللي هو الطقس بتاع السنوات اللي هو المدة الزمنية طويلة، و الأنماط قصيرة الأجل. الحساب المتوسط الأنماط بيحسب المتوسط خلال فترة زمنية طويلة، إنما التاني بيشوف الطقس الأيام، مثل حساب المتوسط السنوي لدرجة الحرارة أو الهطول المطري في موقع معين. ويمكن وصف المناخ باستمرار، حيث يكون هناك توازن في الطاقة الواردة والصادرة عبر الغلاف الجوي، إذ يكون مصدر الطاقة الواردة التي تمر عبر الغلاف الجوي من الإشعاع الشمسي، والتي يتميز بموجات قصيرة المدى، فيمتص سطح الأرض معظمها. أما الطاقة الصادرة فهي عبارة عن الطاقة التي يعيد سطح الأرض إشعاعها نحو الفضاء على شكل أشعة تحت الحمراء ذات الطول الموجي الطويل. ولكن يقدر بالذكر أن زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي يؤدي إلى تقليل الكفاءة التي شع بها سطح الأرض الطاقة للفضاء، مما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة. هشرح لكم الموضوع ده ببساطة. احنا عندنا دلوقتي كانت درجة الحرارة لما بتزيد في كوكب الأرض، كانت الأرض بتعرف تنفس في الفضاء. دلوقتي بقى في ثقب الأوزون، فدلوقتي بسبب ان زيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي ما بقتش الأرض قادرة على اللي هي تطلع الحرارة اللي فيها ديت للفضاء. فده عمل ايه؟
لما الحرارة زادت. ده أدى إلى إن الكوكب الأرض بقى عبارة عن صوبة زجاجية. كلنا سمعنا عن الصوبة الزجاجية اللي هي بتتعمل في الشتاء مثلا عشان نزرع فيها نباتات الصيف. الصوبة الزجاجية دي بترفع درجة حرارة الأرض، زي ما بنعمل الصوبة الزجاجية دي في الأوض، في أماكن يعني في الأرض، لما بنبقى عايزين نزرعه. بتتعمل بقى دي كلها بقى على نطاق واسع، على مستوى الأرض ككل، ومش مجرد قطعة زراعية اللي احنا بنعملوها بصوبة زجاجية. بقت الأرض بغلافها الجوي عبارة عن ذلك. أدى ذلك بقى نتائجه إيه؟ لما الحرارة بتزيد، بقت الحرارة في الصيف عالية أكتر وفي الشتاء عالية. ده ما بيخليناش نقدر نزرع. بقت المنتجات اللي بتطلع في الشتاء إنتاجها غير وفير. ده يؤدي إلى ذلك، وغير إن تأثيرها على الطقس وعلى المياه بتؤدي إلى إنه لما ترتفع درجة الحرارة بيزيد معدل التبخر، سواء في المناطق الجليدية. فلما معدل التبخر بيزيد في المناطق الجليدية، ده معناها إن التلج بيسيح اللي في القطبين. فلما التلج اللي في القطبين يسيح، المياه اللي في المحيطات هتزيد، لأن كان في جبال ثلجية في القطبين. الجبال دي كلها بتنزل، يبقى المياه اللي في المحيطات هتزيد، يبقى المدن اللي كانت موجودة هتختفي لما البحر هيجي عليها. وطبعا من المدن المهددة بالاختفاء الإسكندرية وبعض محافظات الدلتا، لأن مستواها أقل من مستوى سطح البحر أو قريب منه. إيه عندنا تاني؟ الأمطار. الأمطار لما بتتكون، كلنا عارفين إن هي بتبدأ تتكون أول حاجة بتتبخر من المحيطات. لما الحرارة بتزيد التبخر هيزيد، فهتزداد درجة التبخر والتجسيف والتجميع. ولما تبدأ تتصادم وينزل المطر، هيكون المطر غزير فيؤدي إلى فيضانات كثيرة في البلاد. كده نكون خلصنا رحلة التغير المناخي. نكمل بقى موضوعنا. إيه الدلائل على تغير المناخ؟ ارتفاع درجة الحرارة عالميا. قد ارتفعت مستوى درجات الحرارة على سطح الكوكب. ارتفاع درجة الحرارة في المحيطات، وده أدى طبعا لزيادة التبخر. تقلص الصفائح الجليدية، يعني نقص المستويات الجبال الجليدية والمساحات الجليدية. أوجدت بيانات وكالة ناسا الفضائية أن جزيرة جرينلاند قد فقدت حوالي 286 مليار طن من الجليد سنويا في الفترة الواقعة بين عام 93 ل 2016. وبعد ما وصلنا هنا، ياريت اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، يشترك على الزر الأحمر عنده ويعمل اشتراك ويعمل لايك. ندخل بقى على تراجع الأنهار برضو الجليدية. الواحد انحصار في الأنهار الجليدية برضو، فده بيخسرنا المية العذبة. تقلص الغطاء الثلجي، انخفضت كمية الغطاء الثلجي الربيعي في نصف الكرة الشمالي خلال العقود الماضية، كما لاحظ أن الثلج يدوب في وقت أقل. كمان عندنا ارتفاع مستوى سطح البحر، سجلت القياسات ارتفاع مستوى سطح البحر حوالي 20 سم خلال القرن الماضي، وده طبعا شيء مخيف لأن ممكن المدن تختفي. انحسار الجليد البحري في القطب الشمالي، انحسر كل من حجم سمك الجليد. أحداث المناخية الشديدة تشمل في تزايد في حالات المسجلة لارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة، بالتزامن مع انخفاض عدد حالات المسجلة انخفاض درجة الحرارة. بقت الحرارة على طول في الطالع ومبقتش في النازل، واحنا دلوقتي عايشين أيام صعبة خالص بسبب ارتفاع درجة الحرارة، واحنا مع إن احنا في الخريف. حموضة المحيطات، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نتيجة زيادة في الأنشطة البشرية منذ بداية الثورة الصناعية، وعليه ازداد امتصاص المحيطات له بسبب زيادة امتصاص ثاني أكسيد الكربون. يعني لو لسه وصلت هنا ولسه مشتركتش في القناة، اشترك وفعل الجرس واعمل لايك.
الأبرز أسباب تغير المناخ طبعا كلها أسباب بشرية، بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون في الجو، بسبب اللي احنا بنعمله، بسبب حرق الوقود الأحفوري. يحتوي الوقود الأحفوري الموجود في باطن الأرض منذ آلاف السنين كنفط والفحم والغاز على ثاني أكسيد الكربون، ذلك يؤدي استخراجه إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون. إزالة الغابات طبعا ما فيش أكسجين بيتعمل وما فيش تخلص من ثاني أكسيد الكربون، فدي يؤدي نفس النتيجة. الزراعة وتربية الحيوانات يؤدي كل منهما إلى انبعاثات مختلفة من غازات دافعة للغلاف الجوي، وذي يؤدي أقوى نحو 30 مرة من ثاني أكسيد الغازات الدافعة. إنتاج الأسمنت، يتسبب إنتاج الأسمنت في انبعاث 2% من إجمالي غازات ثاني أكسيد الكربون. الأسباب الطبيعية، كانت الأرض قبل وجود الإنسان تمر بفترات باردة وأخرى دافئة، إذ كان هناك العديد من القوى الطبيعية التي تؤثر على المناخ ومن أهمها شدة الشمس والانفجارات الكونية والتغيرات الطبيعية. إلا أن هذه الأسباب لا تعد كافية لتفسير الاحتباس الحراري العالمي الذي يتسارع بشكل كبير. بس طبعا الطبيعة عمرها ما تضر نفسها، إحنا اللي بنضر الطبيعة هو بنضر نفسنا. كده نكون وصلنا لآخر الموضوع، أتمنى يكون مفيد وتكونوا استفدتوا. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.